ايش باش نقول لك؟ لاباس. لا لاباس. هذاك المخلوقة مرحومة عزيزة. الله يرحمها ونعمها، ما تقوليش كلمتك. وش خص؟ قاعدة تخرج لي من الحيوت. منا منا منا. السقف بالقاعة. شنو هي؟ اي. خرجت لي؟ اي بعيني شوف فيها، صدقني آخر مرة خرجت لي من القلص. من القلص؟ براسر نسات حاجة مسكين. لا جايبت لي حاجة، جايبت لي قطة مع تنوس وطرف بنان ورمان وبرتقال وفي الآخر وفي الآخر عبدك هاو تفاح، كل تفاح كل تفاح. تحب تفاح؟ كانت موت عندي سير قبل تفاح وكان البانكيك. ايه بانكيك موت عليهم قبل نعرف الله يرحمه ونعم. ايش بيك سعيد الحميد؟ انا حاسس متضايق راه. متضايق متضايق من نهار اللي جيت تدلهوني. إيه؟ الامور ولات مش باهيه. الحمد يا لله. انت عاتبه يا انا عاتبه. نعم نحكي العاتبه تاع الدار راهي لازمها شويه رشيان ماء شويه بلاطيف صحي. شوف المختصر انا قصدك في القضية. تفضل. ايه وماذا بيا التكتك لي فيها شوية. نتكتك لك فيها شوية وقضية. سي عبد الحميد تعرف شروطي؟ طبعا. مستانس بيا؟ طبعا. هكا تو 50 سنت. فوالا واضحين؟ كيفاش هي هذيك تعرف فيها؟ 50 سنت. ارحم والديك. وافق. هي المسألة وما فيها هي مسألة ظناء. ظناء؟ شكون؟ أنا. أنت؟ أنا ماني باش نجيب صغير. شكون جبتو حتى لورجيا؟ هذاك اللي جبته في لورجيا؟ هذاك شبيه؟ ماذا بيا تردوا لي تيتولير باش نزلقوا في التركة. تيتولير باش نزلقوا في التركة؟ شو اسمه سامحني؟ شوف احنا في سبرنا ما نسميوه إلا ما يتزلط. أما ذكر. متأكد منه ذكر. نقولوا نحن نسميوه سميع عبد النور. سميع. سميع حلو؟ حلوة. حلو. نختاروا الاسم بعد زلقوه. يدي. هك؟ يودي. أستاذ. ركب معلم. برا يحلها في وجهك. تصور تصور سحب لك. Thank you.